أهلا ومرحبا بكم من داخل استوديوهات معهد الأسكندرية العالي للإعلام. نقدم لكم كل ما هو جديد بالمعهد، ونستهل نشرتنا اليوم معكم بأهم العناوين. العالي للإعلام يعقد أول اجتماع للكنترول لتوزيع المهام على السادة أعضاء هيئة التدريس. إقامة السيمينار العلمي الأول لمشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلام. وضع جدول للامتحان القصير الأول للفصل الدراسي الأول. انتهاء التسجيل الأكاديمي وحرمان الطلاب غير المقيدين لهذا الفصل الدراسي. صدور عدد جديد من جريدة اسكندرية اليوم. وإليكم التفاصيل. تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد معهد الأسكندرية العالي للإعلام، والأستاذ الدكتور محمد عثمان وكيل المعهد، والدكتور أحمد إبراهيم رئيس عام الكنترول، تم عقد أول اجتماع للكنترول بالمعهد، وتم اتخاذ بعض القرارات الخاصة بأعمال الكنترول، ووضع آليات لتسيير سير العمل خلال هذا العام الدراسي، وذلك بحضور سيادة العميدة ووكيل المعهد ورئيس عام الكنترول والسادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة. وقد تم الاتفاق على تحديد بعض المعايير والأعمال المتبعة خلال هذا العام الدراسي، متمنين لطلاب المعهد السداد والتوفيق. بإشراف الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد والدكتور أسامة عبد الرحمن رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، تمت إقامة السيمينار العلمي الأول لمشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بحضور أساتذة قسم العلاقات العامة والإعلان والهيئة المعاونة لمناقشة طلاب الفرقة الرابعة بالمعهد حول آليات العمل والتنفيذ لمشروعات التخرج واستحداث الموضوعات التي يجب مراعاتها لتأهيل الطلاب على اختيار أجدد الأفكار الموجودة بالساحة العلمية ومواكبة العصر. وتخلل السيمينار فقرات للرد على تساؤلات الطلبة واستفساراتهم. اعتمدت عميد معهد الأسكندرية العالي للإعلام الأستاذ الدكتور غادة اليماني انتهاء فترة التسجيل الأكاديمي للمقررات الدراسية لهذا الفصل الدراسي، ومن ثم قد تم طرح جدول لأداء الاختبارات القصيرة من الشهر الأول لجميع طلاب المعهد بالمستويات الأربعة، على أن تبدأ هذه الاختبارات من اليوم 26 من شهر أكتوبر وتستمر لمدة 6 أيام، على أن تنتهي يوم 31 من الشهر نفسه، مع تمنياتنا لجميع طلاب المعهد بالنجاح والتوفيق. تنفيذا لقرارات الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد ولائحة المعهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي، تم انتهاء فترة تسجيل مواد الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 17 من أكتوبر، علما بأنه تم فتح تسجيل المواد يوم السبت الموافق 14 من سبتمبر، أي لمدة 5 أسابيع كاملة، وهي أقصى مدة مسموحة لفترة التسجيل. وبناء على ذلك يعتبر الطالب الذي لم يقم بالتسجيل في الميعاد المحدد منقطع عن هذا الفصل الدراسي، ولا يحق له دخول الامتحانات منتصف الفصل ونهايته. والجدير بالذكر أنه ابتداء من يوم السبت الموافق 19 من شهر أكتوبر لن يسمح للطالب بالدخول من بوابات المعهد إلا بكرنيه هذا الفصل الدراسي، وعلى الطالب الذي لم يسجل حتى هذا الوقت سرعة التواصل من الطلاب. صدور العدد الجديد من جريدة اسكندرية اليوم، اقرأ في هذا العدد. رسائل الرئيس السيسي من الميدان: سلام تحميه القوة ورضع تصنعه القوة. انتصارات اكتوبر 73، ملحمة مصرية أعادت هيبة الأمة العربية. اقرأ لهؤلاء: الأستاذ محمد العبيسي لغتنا العربية، دكتور محمد فاروق ربط التعليم الجامعي بأهداف التنمية المستدامة، دكتور غادة اليماني عام دراسي جديد وشعور بالأمل والسعادة، أستاذ محمد معوض عن التفاخر بنصر أكتوبر، دكتور أحمد إبراهيم يتحدث عن نهاية كل مرحلة في الحياة الأسرية، دكتور سعيد النادي الكتاب الجامعي أحد أهم الوسائل التعليمية. وتقارير عن كيف استقبل معهد الأسكندرية العالي للإعلام طلابه الجدد، حفل تخرج الدفعة 9 لمعهد الأسكندرية العالي للإعلام، الأسكندرية تحتضن البطولة العربية للسلة. وفي ختام نشرتنا اليوم، يتمنى معهد الأسكندرية العالي للإعلام عاما مكلل بالنجاحات والإنجازات،
انتظرونا في نشرة جديدة. كانت معكم مايا تكلة وريهام عصام. طابت أيامكم بكل خير وسعادة.